اتفضل. كنت فين؟ مالك في ايه؟ بدور عليك من الصبح وبكلمك على الموبايل، مره مقفول ومره مشغول. ابويا كان تعبان، نزلت اطل عليه. اه صح، انا عامله سايلنت عشان انا جاي في الطريق. خير؟ مفيش، الكلام اللي انت قلته لي امبارح كل دماغي، ما بقتش عارفه افكر. حلو قوي، خلي دماغك كده عماله تاكلك لحد ما اخش اريح، وبكره في البريك اساليني وانا اللي ربنا قدرني عليها بقوله لك. يا سلام، يعني انت تاكل دماغي وتقولي كلام خليني ايأس وبعدين تقولي ادخل انام؟ هاي. اهلا سالي. فاضيه ولا اجي لك في وقت تاني؟ لا فاضيه. اديكي لقيتي حد تتكلمي معاه. خش رايح بقى وابقى ارجع لك تاني. ايه؟ هو في كده؟ ايه؟ في ايه؟ يعني انا ارسم وتكتك واخطط واوصلك للي انت عايزاه وفجاه تختفي ولا حس ولا خبر؟ يا بنتي هو انا لحقت اخد نفسي ولا افهم حاجه من اللي بتدور حواليا؟ لا والله. يعني بعد ما كنت ويترس على الشط وفجاه بقيتي جوه الفيلا، عايزه تفهميني انك لسه ما خدتيش نفسك؟ ايه يا حلوه؟ ناويه تاخدي نفسك وانت في اوضه النوم ولا ايه؟ ما تحترمي نفسك، انت مالك داخله عليا شمال كده ليه؟ عشان فجاه اختفيتي من على الشط وبتصل بيكي وما بترديش عليا. قلت ايه؟ هي القطه ناويه تخلع ولا ايه؟ انت مش شايفه انك مستعجله قوي على اني ارد لك الخدمه اللي عملتيها لي؟ يعني ايه؟ عايزه تفهميني انك لسه ما وصلتيش لحاجه؟ لا طبعا، هو انا هدوس لك على زراير اطلع لك معلومات؟ يا سالي صدقيني انا كنت امينه معاكي جدا والله، اول ما اوصل لحاجه هبلغك، بس انت اصبري. ابن الرزل ده الو. ايوه مهر. مهر مين يا ابني؟ مهر باشا. باشا. فندم. لا مفيش، اصل كنت مسافر مصر ولسه راجع تعبان قوي دلوقتي برضو. بقول لك تعبانه يا باشا. حاضر يا فندم. حاضر يا باشا. 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 الواحد كان طلع ظابط اسهل. هستنى. سلام يا حلوه. مع السلامه. ايه ده؟ انت خارج ولا ايه؟ خارج. هو انت مرات ابويا؟ وبعدين تعالي هنا. انت تعرفي البنت دي منين؟ عادي يعني، بنت متغربه زي زيها. وبعدين تعالي لي انت هنا، انت تعرفها منين انت عشان تسالني انا معرفها ولا معرفها؟ راديو واتفتح يا بنتي. الله، انت ما كلمتيش وانت صغيره ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ خلي بالك منها وفتحي عينيكي. دي بلفت بسنت وريهام في نص يوم، واشتغلت مع بسنت بعد ما قعدت معاها نص ساعه بس، ما خدتش في ايديها غلوه. ماشي هاخد بالي. ايه ده؟ مش هنكمل كلامنا ولا ايه؟ هو الكلام هيخلص؟ احنا في قريه واحده يا بنت. قريه. مات؟ اتقتل. اتقتل ازاي يا باشا؟ انت مش قلت لي حادثة عربية؟ بتدبرها يا سيد. في فرق كبير قوي بين الإصابة الخطأ والإصابة العمد. أنا متأكد كويس قوي إن اللي خبط أشرف كان قاصد يقتله. الله يرحمه. راجل طيب وابن حلال. عشان كده لازم حقه يرجع. ربنا يقدر سعادتك يا باشا. هيقدرنا سيد. إن شاء الله هيقدرني، بس أنت لازم تقف جنبي. أنا يا باشا؟ ساعدك إزاي؟ سلم الجرحي. سيادتك شاكك إن ليه علاقة بالحادثة؟ كل الاحتمالات مفتوحة قدامي لغاية ما أحط إيدي على الدليل. سلم كان عارف إن أنا بندور وراه في موضوع قتل رشاد الله يرحمه. حصلت بيننا وبينه أكتر من مواجهة. مش بعيد، مش بعيد يكون زهق من أشرف وحب يخلص منه. يا باشا بس يعني ما توصلش للقتل. وده من وجهة نظرك انت ولا وجهة نظر سالم؟ باشا هي المواضيع دي فيها كذا وجهة نظر، دماغي لفت. لا ركز معايا يا سيد، المعلومة دلوقتي تفرق عن الأول كتير. باشا عدم المؤاخذة يعني أنا مش فاهم حاجة.
هو سالم الجرحي عنده عربية جراند شروكي سودا موديل 2010؟ لا النوع ولا اللون ده موجود في الثلاث عربيات اللي عندهم في الفيلا. بتركز معايا يا سعيد؟ يعني هو معقول هيخبطوا بعربيته الشخصية؟ أيوة يا باشا فهمتك، أنت تقصد عربية من عربيات القرية. هو ده من النجمة، هقلب لك الدنيا عليها يا باشا وبلغنا على طول. لو اني ما اظنش انها هتبقى لسه موجوده، بس هي محاوله يا سيد. الو يا باشا، السيد ابو الليف جوه عند مهربي في المكتب. وعايز منه ايه؟ كان عايز يطقص على عربيه شروكي سودا، يشوف اذا كانت تبع القريه هنا ولا لا. ايه ده؟ معقوله بيشك فيا؟ اتجنن ده ولا ايه؟ تصدق سعادتك، بس ما تقلقش انا نفذت الفكره دي خالص. ايه ده؟ انت لحقت تيجي هنا امتى؟ انت طالع من منظرين ولا ايه؟ سليمان بيه جاي يبلغك ان انا كنت في القسم من شويه يا باشا. تحب تبلغ الباشا ولا اخلصه؟ خلاص روح انت دلوقتي يا سيد. تاني مره لما تعرف حاجه ما تبقاش تيجي على طول. ما تقلقش. انت دلوقتي بقيت مصدر ثقه. ولا ايه يا سليمان؟ اللي تشوفه سعادتك. تصبح على خير يا فندم. يبقى اتاكد ان حسونة فرم العربيه. هو في حد شاك في حاجه يا باشا؟ ما تقلقش بالك، الولد الضابط بتاع الاسم بيدور على العربيه. صدقتيني لما قلت لك ان اللي زينا لازم يتفرج من بعيد لبعيد، وانك كان ممكن تحصل امك لو عرفوا انت جايه هنا ليه. ضابط زي الورد يفرح، كل مشكلته ان هو نخر ورا ابوك شويه. بعت له اللي يخبطه بعربية عشان يخلص منه. مات في عز شبابه عشان اتجرأ ودور ولا سلم الجرحي. يعني ايه؟ اسكت واسيب حقي؟ ولا ارجع مطرح ما كنت؟ والله ما انا عارف اقول لك يا سماح. خايف اقول لك ارجعي مطرح ما جيت ابقى بظلمك. ازاي تبقي شايفه العز ده كله حواليك وتفضلي بصاله من البدروم؟ وان اخرك تبصي من شباك اوضتك على جزمه اختك اللي ثمنها كذا الف وهي معديه في ويكي. ولو قلت لك نخربي ورا حقك عشان تقبي لفوق وجزمتك تبقى حذاء جزمه اختك، ممكن اكون ببعتك لقضاكي. فهمتش حاجة. احسن برضو، عشان لو فهمت هتتعبي. أقول لك خليكي تفرجي من بعيد لبعيد، جايز يجي اليوم اللي تقدري تطلعي فيه من تحت لفوق يا سماح.